تعرف إذا المساحات التجارية الكبرى انتشارا واسعا عبر مختلف ولايات الوطن، ما جعلها قبلة لكل العائلات الجزائرية، خصوصا مع التنوع في المنتوجات المعروضة وكذا توفرها على كل وسائل الراحة والأمن. المزيد في تقرير راضية بن هباج. تعرف المساحات التجارية الكبرى بالعاصمة خصوصا المراكز التجارية إقبالا مكثفا للعائلات الجزائرية بالنظر لما توفره من فضاءات واسعة وتنوعا في المنتجات والسلع المختلفة. لو سونتر كوميرسيال اون تروف تو سي سورتو لي توت لي مارك كاينين اون بلوس كاين لاليمونطاسيون من جهة كاين باغ اكزومبل بور ان ليو بور ان ليو دو لوازير بور لي زونفون بور سي دي جو يا دي جو بور لي زونفون دو تو باغ اكزومبل شوفي غير هنا يا بور ادولت بور انفون يا لا شوسور يا تو سكو فو لاليمونتاسيون اكزاكتومون وي. توفر كامل مقومات الراحة والتسلية عوامل جذب قوية القبلة الأولى للجزائريين خاصة أيام العطل. بور مو أنا سونتر كوميرسيال ماشي باش تروح تدور ولا تروح باش تشري، كاين فيس لوازا، كاين تروح تريح أليز، ما كاينش واش دير تروح تريح في السونتر، كاين بلايص تريح فيهم بيان مع راسك تكون بيان، نحب نريح وحدي نروح للسونتر كوميرسيال نريح وحدي. في لي ويكاند يجوا بزاف الناس، يجوا يشروا يجوا يدوروا يجوا ياكلوا، مدارس صغار يجوا يلعبوا هنايا، كاين لي صال دو جو، كاين بزاف فايس. أجنحة للملابس، مأكولات شهية، التنزه واللعب في مكان واحد، حولت المراكز التجارية إلى مراكز للتسلية أيضا في ظل غياب مساحات للتسلية والترفيه. محلات الماركات العالمية بدورها تعرف إقبالا هائلا من طرف الجزائريين، فبالرغم من أن منتجاتها باهظة الثمن لكن ذلك لم يعيق المواطن البسيط على اقتنائها، رغبة منه في التأنق وارتداء آخر الموضات العالمية. المزيد في تقرير محمد شوقي علاك. من بين كل المعروضات في المراكز التجارية الضخمة يختار المواطن الجزائري السلع ذات الجودة والمنتجات ذات الماركات العالمية، حيث انتهى الزمن الذي كان يعتبر فيه السعر عائقا أمام أصحاب الدخل المحدود. Premièrement, c'est des vêtements de qualité. On fait la différence entre un vêtement qui le bas de gamme c'est toujours ça tient même pas aux deux trois lavages après ça ça se mais les vêtements de marque ça tient plus. Et puis il y a aussi la qualité du tissu parce que comme on a parfois il y a des enfants qui sont allergiques, il y a des enfants qui sont donc on choisit surtout par rapport à la qualité du tissu. En même temps on a de la mode, en même temps on a de tissu parce que tissu parce que كل عام يخرج خرج حاجه جديده ومننا فهمت malgré tout المدخول قليل بصح معليش تلبسي الانسان ما يمرضش ماشي تشريهم الدواء تروح تشري حاجه شينوا ما تشريهم الدواء تشري حاجه 20000 تاع شينوا تخلص 2 ملايين دواء. سلع متنوعة معروضة تستهوي عشاق الموضة رغم أثمانها الباهظة، فهم الجزائري هو الحصول على الجودة والتوندونس مهما كلفه ذلك من سعر. كاين انفلو تاع لي كليون، الناس ولات عندهم لا كولتور تاع لي مارك، وكيما قاعدين نشوفوا حنا عندنا بون نجيبو ديريكتومون توسكي اوريجينال لا فرانشيز ديريكت، اون كومونيك مع لي بانيتون اون ايطالي، المام سا كوت un peu mais toujours c'est des prix raisonnables pour les gens. المشاكل الصحية التي سببتها بعض المنتجات الصينية أفقدت المستهلك الثقة بالسلع الرخيصة لتصبح وجهته الثانية محلات الماركات العالمية. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا على المباشر صبيحة اليوم، أعلن عبد القادر بن صالح خلال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي والذي انعقد اليوم بفندق الرياض عن موقف حزبه الداعم للرئيس بوتفليقة والذي طالبه بالترشح لعهدة جديدة. فإننا نأمل من السيد الرئيس أن وندعو بل ندعوه أعيد فإننا نأمل من السيد الرئيس بل ندعوه لأن يواصل المسيرة للمرحلة القادمة لعهدة جديدة. عبد القادر بن صالح عاد ليؤكد على أن موقف الحزب يأتي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالجزائر. فقد قلنا ونقول أننا مع الأخ الرئيس لأننا قلنا أننا مع الأخ الرئيس لأننا
نريد للجزائر الاستقرار، لأننا نريد لها التنمية، لأننا نريد لها أن تكون بلداً ذا وزن ومكانة في المنطقة والعالم، والجزائر ستكون كذلك في ظل رئاسة شخصية بوزن مكانة بوزن ومكانة السيد عبد العزيز بوتفليقة. أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الجمعة عن تمسكها بإضراب يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى أن لقاءها الأخير مع الوزارة الوصية لم يسفر عن أي ملموس بخصوص المطالب المرفوعة إليها. وأوضحت النقابة في بيان لها أن مكتبها الوطني قد قرر عقب اجتماعه بممثلي وزارة التربية الوطنية الأربعاء المنصرم، قد قرر التمسك بإضراب يومي 26 و27 جانفي 2014 والقابل للتجديد وللتصعيد، والذي كان قد أقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي الجاري. يعيش مرضى الكلى بقسم تصفية الدم داخل مستشفى أمين دباغين بالعاصمة يعيشون أوضاع كارثية قد دامت حسبهم أزيد من 5 سنوات. المزيد في تقرير مانا المجرب. في قسم تصفية الدم بمستشفى لامين دباغين المعروف بمستشفى مايو، صورة حية لمعاناة كارثية يعيشها المرضى منذ أزيد من 5 سنوات. أنا عايشين هنايا شغل صح محقورين، صح دي مالان صح محقورين، بس كي ما تصيبيش مالات في براكة امبوسيبل. هادي المرض زيد المشاكل على سورتو هذوك المطارحي بعدا على بالك لاطوس يطلع عليه منهم. رانا حشاكم البركة تاع الدجاج هذه اللي من يديروها الناس، ماشي العيبة دولا. لا لا، 4 ساعات هي مدة تصفية الدم، بدايتها صراعات مع المسؤولين من أجل ضمان العلاج اللازم، خاصة مع التسيب والإهمال الذي يعيشونه. ما ناش مهنين جوص بأشغل جيس بحر ربي دايرة في بكك جاية الضربه، تهضري مع المسؤولين وحدة ما تسمع لك، زيد تشنف عليك. بدلونا بلاصة اللي نعيشوا فيها احنا كومرانا شغل عايشين هنا، بدلونا بلاصة تكون مليحة. احنا فيستيغ الاخر ما عندناش حوايجنا يترامو. يا اون اني دسا ولا غيرو ما بريسه بك بارابلوي كنشت تطيح عليا كنت لهين. غرفة لا تليق بمستشفى مثل مايو، جدرانها من خشب ومرضى يخافون من أجهزة معرضة لشرارة كهربائية. شعرنا بس هذه كانت تريسيتي، هذه كانت يمشو بتريسيتي كنت فول، هذه كانت ماسي في كنت ماسي شعر ليحقوا بينا. ما كاش تريسيتي، ايه كان شعن اين ماس نموتو يتقنزيا يهربوا حيسلكوك شعن حيسلكو حداش المريض امبوسيل. حاولنا نقل معاناة عينة بسيطة من المرضى، ورغم تعرضنا لعراقيل من المسؤولين منعونا من التصوير لا لشيء سوى خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام. فإلى متى يستمر مسلسل مرض الصحة في الجزائر؟ وفي السياق ذاته، كشف مدير مستشفى لامين دباغين رابح بار أنه تم تصدير برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة سيساهم حسبه بالتكفل بمرضى الكلى. من المجرب ثانية؟ أنا أقول لك أنا مرة أخرى راني هنا من 2010 فقط خذيت هذا البلف، كملنا ترميم المصلحة تاع مرض الكلى، راكي شفتوها قبيل ولا جزتوا لها إكسترا. هذا المصلحة راهي مبرجة إن شاء الله في 2014 مالقري راهو استدير دخل بريفابريكي قاعة ولا سميها مصلحة اون بريفابريكي سي فري سون دون دي كونديسيون افكتيفمون، مي هذه درسناها مع وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، عندنا برنامج عامل معاهم باش نسكريو لوبيراسيون بلانيفي في غضون 2014 هذا إن شاء الله. يعد التقليد الأعمى للمظاهر الغربية بحذافيرها من أهم أسباب تخلف الأمة الإسلامية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأبسط الممارسات، وما وصول التقليد إلى قصات وتسريحات الشعر إلا دلالة على هواننا على أنفسنا. تشهد أوساط الشباب الجزائري انتشارا واسعا لكثير من أنواع قصات الشعر الغريبة والدخيلة على المجتمع الجزائري، حيث أصبحت رؤية مثل هذه المشاهد أمرا مألوفا لدى الجميع تقليدا لمشاهير اللاعبين في العالم. كاش اكتر دار تحفيفه في شعره ولا سيرتو لي جوا
الناس يروحوا عنده. عنده نادي جابوا اروما ومارينز وادي زيكا تاعو في الشعار، دونك بزاف بين تاثروا ماشي كيشون اوروب على لي جوار برك. درتها برك ماشي زعما شغل هكذا جاتني في راسي درتها، ما ذبح حتى واحد. تلقى هذه الظاهرة رواجا واسعا وسط الشباب متجاهلين خصوصية المجتمع الذي يعيشون فيه ومتناسين رأي العقيدة والدين في مثل هذه المظاهر. من تشبه بقوم كيقولوا التشبه يعني سواء في الحفاف الحلاقة أو في اللباس وما ذلك، فهو منهم ومن أحب معناتها يتشبه بهم لأنه يحبهم، ومن أحب قوما أيضا حشر معهم. يبقى الشاب الجزائري حبيس أفكار دخيلة لا تنفعه بشيء بقدر ما تخل